اكد معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن احمد الخليفه وزير المواصلات والاتصالات على اهميه تحديث وتطوير انظمه الملاحه الجويه في مطار البحرين الدولي لمواكبه تطور قطاع الطيران العالمي مشيرا الى ان الوزاره تسعى جاهده لتحقيق اعلى معايير السلامه والجوده في خدمات الملاحه الجويه جاء ذلك خلال توقيع معالي عقدا مع شركه ليوناردو على هامش فعاليات معرض البحرين الدولي للطيران 2024، وتهدف الاتفاقيه الى تحديث وتطوير انظمه الاستطلاع والرادار في مطار البحرين الدولي. واكد معالي وزير المواصلات والاتصالات ان هذه الاتفاقيه تندرج ضمن اطار التزام البحرين المستمر برفع مستوى السلامه الجويه وتحقيق اعلى مستويات الفعاليه. في إدارة الحركة الجوية من خلال توريد وتركيب أنظمة رادار حديثة ومتطورة. وأضاف معاليه أن هذا التحديث يأتي ضمن رؤية البحرين الطموحة لتطوير قطاع الطيران وفقاً لمتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي الايكاو بما يساهم في تعزيز قدرة المملكة على استيعاب النمو المتصاعد في الحركة الجوية من خلال مرافق حديثة وآمنة. واوضح ان هذا التحديث سيعزز من قدره المملكه على تقديم خدمات جويه متميزه في اقليم البحرين لمعلومات الطيران بما يتماشى مع المعايير العالميه في مجال سلامه الطيران